السلام عليكم طلابنا، طلاب هندسة تقنيات ميكانيك القوى والميكانيك التطبيقي المرحلة الأولى. اليوم راح ناخذ التجربة الثانية في مادة تكنولوجيا الكهرباء العملي. اليوم راح ناخذ قانون أوم. قانون أوم اللي هو القانون الأساسي في مادة تكنولوجيا الكهرباء. قانون أوم شو يقول؟ يقول المقاومة هي ناتجة من قسمة الفولتية على التيار، يعني العلاقة بين الفولتية والتيار is one of the basic law electricity is measured in ohm. إذن العلاقة بين الفولتية والتيار هي ohm and we write ohm law. إذن هو هذا قانون ohm، المقاومة تساوي الفولتية على التيار. الدائرة المستخدمة بقانون أوم هي مصدر فولتية متغير ومقاومة ثابتة وأميتر. راح أجي أشوف إذا كانت المقاومة ثابتة هل بتغيير الفولتية يتغير عندي التيار؟ طبعا حسب قانون أوم معناته الفولتية تساوي تيار في مقاومة، فإذا كان التيار صفر الفولتية صفر، التيار اثنين والمقاومة واحد فالفولتية اثنين، وهكذا كل ما زاد التيار مفروض تزيد الفولتية لأن العلاقة بيناتهم طردية. عندنا هذه الثلاث حقول. هذا الحقل الأول هو راح نحسب نظري باستخدام قانون أوم. إيش قد تطلع عندنا القيمة؟ نكتبها هنا، نقسم فولتية على مقاومة يطلع عندي التيار. هسه القانون أوم اللي أخذناه بالنظري. هنا سيميليشن باستخدام البرنامج، ناخذ صورة لكل فولتية وحالة ونرسلها. اليوم راح أدز لكم إياها بالتقرير، أنزلها بالمهمة، تأخذون صور وترسلوا لي إياها لكل دائرة كهربائية. البراكتيكال هذا طبعا راح يؤجل لأن ما هذا لازم بالمختبر، فيؤجل في الوقت الحالي. إذا واجبكم يا طلابنا هو تحل نظري لكل حالة، هاي أولا. ثانيا كل حالة تنطيها فولتية وتيار، فولتية العفو ومقاومة، تحسب لي التيار اللي يطلع وتاخذ صورة إله. راح أوضح لكم إياها بالبرنامج. مثلا أنا هنا هسه اليوم راح أخذ دائرة إلكترونية باستخدام برنامج إلكترونيك وورك بنش. طبعا أي برنامج يرهم بالحاسبة بالموبايل راح أربطها أطبقها باستخدام الحاسبة، وراح أعيد لكم إياها التجربة مرة ثانية باستخدام برنامج بالموبايل وشلون نتمكن من حساب التيار. راح نأخذ عندي مصدر فولتية، هذا مصدر الفولتية، عندي مقاومة، هذه المقاومة، أربط المقاومة مع مصدر الفولتية. إذن هذه المقاومة، هذا مصدر الفولتية. طبعا كل دائرة كهربائية لازم ننطيها أرضي حتى تطلع قراءاتنا صحيحة. هسا أجي أريد أحسب التيار، هذا الملتيميتر، هذا الأميتر. بما أنه أنا راح أجي هسا أقيس أميتر، الأميتر مو مثل الفولتميتر، الفولتميتر نربط توازي على المقاومة المطلوبة، أميتر راح يكون عندي توالي. إذن حتى أربط توالي أقطع أي خط بين نقطتين، أجيبه للطرف الأول الموجب وأخذ من عنده أوديه للطرف الثاني السالب. إذا راح يكون عندي هذا الأميتر، الموجب يروح للمقاومة والسالب. أجي هسه شوف لو أجي لاحظ على الأميتر على تيار مستمر، لأن أنا عندي تيار مستمر، أشغل الدائرة. هذه الفولتية مقدارها 12، إحنا نريد أول فولتية عندنا بالسؤال هي 2. أجي أشوف الدائرة حتى أتأكد منها 2 فولت، والمقاومة منطيني إياها بالسؤال 1 كيلو، أطبقها. أجي أشوف الأميتر إيش قد يطلع عندي، من أجي أحسب يطلع عندي 2 ملي أمبير. إذن إيش راح أسوي؟ أكتب الحل هنا 2 ملي أمبير، هذا بالسيميليشن. هنا تحله نظري، هنا تحل إياها نظري ويطلع الناتج. هنا بالسيميليشن تطلع هذه الدائرة، تأخذ لي إلها صورة الدائرة، تأخذ لي لها صورة الدائرة وتحملها بالإجابة. نجي على الحالة الثانية، الحالة الثانية هنا 4، أرجع للدائرة
فإذا هذه الفولتية راح تتغير عندي تصير 4. أجي هسه أحسب أشغل الدائرة طلع عندي 4 ملي أمبير، 4 ملي أمبير. أرجع هذه الدائرة مرة ثانية شو أسوي القيمة اللي تطلع عندي ويا الأميتر وأخذ لها صورة سكرين شوت للشاشة، أخذ لها سكرين شوت للشاشة صورة الشاشة بحيث تطلع عندي النتائج. فبهذه الطريقة نتمكن من حسابات الدائرة التيارات بها. إذا شنو العلاقة، السؤال هنا اللي راح أسأله بهذا المثال، شنو العلاقة بين التيار والمقاومة، بين التيار والمقاومة، هل العلاقة بينهم طردية أو عكسية؟ العلاقة بين المقاومة والتيار، يعني بثبوت الفولتية إذا زادت المقاومة يزيد التيار، أو إذا زاد التيار يزيد المقاومة، أو إذا زاد أحدهما ينقص الآخر، أي واحد شنو العلاقة بين المقاومة والتيار؟ وهذا ذكرناه بالجزء النظري اللي شرحناه بالمحاضرة. شكرا جزيلا. السلام عليكم طلابنا، هذا برنامج ثاني بالموبايل باستخدام الموبايل، كان البرنامج الأول اللي طبقته بالحاسبة هو هذا البرنامج الثاني باستخدام الموبايل. برنامج أي برنامج إلكترونيك سيركت، أي برنامج يستخدم لغرض حساب المقاومات والتيارات الفولتيات المطلوبة. راح نجي على هذه الدائرة، أول شيء راح نختار عندنا مقاومة، بما أنه انطاني مقاومة قيمتها هنا 1 كيلو أوم مثل ما موجودة بالتجربة، إذن أبقى المقاوم بهذا الحساب. مصدر فولتية، شوفوا هنا مصادر فولتية، هذا المصدر بما أنه دا أتكلم على مصدر دي سي، إذن لازم يتضمن طرف موجب وطرف سالب، طرف موجب وطرف سالب دي سي، بس هنا قيمته مقدارها 1، احنا نريد مقدارها 2، إذن نضغط على 1 وعلى التعديل، فإذن نختار هنا 2 فولت. أوصل الأطراف، هذا السلك أجي أوصل طرف بالطرف الثاني وأضغط على السلك مرة ثانية، الطرف بالطرف الثاني. زين، إذا صار عندي مصدر فولتية وصار عندي مقاومة، كل دائرة حتى تتنفذ لازم يكون بيها أرضي، هذا طرف وهذا الطرف الثاني، وهذا تتوصل، إذا توصل عندي الأرضي. أريد هسه أطبق النظرية قانون أوم باستخدام هذه الدائرة، أجي أريد أحسب التيار، أرجع إلى أنا قبل الأخير أكو هاي النقاط الثلاثة، أجي فولت ميتر أميتر أوميتر سويتشر، شنو اللي أحتاجه، سبيكر لامب، شنو اللي أريده، أنا أريد أميتر، أريد أحسب تيار، إذا عندي أميتر، أميتر الأميتر شلون يربط مع الدائرة، الأميتر يربط توالي مع الدائرة، إذا لأن دا أحسب تيار إذا لازم أقطع هذا السلك بما أنه توالي متوازي، وأبدي أوصل الأميتر، أوصل طرفي الأميتر بالواير منا لهنا والطرف الثاني منا إلى هنا، توصل عندي الأميتر. أجي هسه أشغل الدائرة حتى أشوف مقدار التيار، إذا اختاريت الحالة الأولى بالتجربة 2 فولت 1 كيلو أوم وأنطي من هذا المثلث، أقول له ران تشغيل، أنتظر تطلع لي قيمة التيار. إلى أن تستقر القيمة 2 ملي أمبير، هذه اللي طلعت لي بهذه الحالة، شو أسوي؟ أخذ له سكرين شوت وأحفظها. أجي على مصدر الفولتية الثاني، هذه الفولتية تصير حمراء، أدوس على الإسبانة، أجي أختار الفولتية الثانية، أجي أريدها 4، هنا 4، هذه الفولتية العفو صار خطأ، 4، أوكي، 4، أنطيها تشغيل، شوف، أنطيها تشغيل، وأنتظر.
إذن 4 ملي أمبير، استقر على 4 ملي أمبير. نفس الحالة أرجع أخذ لها سكرين شوت وأرسل الصورة. ترسل الصور لكل حالة، 5 صور و5 تجارب عندنا، ترسل لكل حالة. إذن أرجع أعيد السؤال، النظر اللي كان موجود عندنا بالتجربة هو العلاقة بين التيار والمقاومة، هل هي علاقة طردية أم عكسية؟ أي يعني بزيادة التيار تقل المقاومة أو تزيد المقاومة؟ هذا المطلوب الحل مالته. شكرا جزيلا.